أنا ندى، أعمل في جمعية المودة مركز إسعاد المستفيدين. أنا في المودة أفتخر بالمشاركة في خدمة الأسرة. غادة المشعل، أخصائية خدمة المستفيدين. أنا في المودة وأفتخر بإسعاد المستفيدين. أنا رفية، منسقة لإدارة الحماية والإرشاد الأسري. أنا في المودة وأفتخر بخدمة المجتمع. أنا بيان عصام مسعود، أخصائية في مجال الإرشاد الأسري ومتخصصة في تنمية وعلاج الأطفال عن طريق اللعب. أنا في المودة وأفتخر بحل العديد من المشاكل الأسرية. أنا المتدربة زمزم، أشكر أكاديمية الحياة لمساعدتها لي على تنمية مهاراتي وتطويرها لعمل كأسر منتجة من المنزل. أنا المتدربة فاطمة، أشكر أكاديمية الحياة على الفرص التي أعطتنا إياها من أجل التعلم على أساسيات الخياطة. معكم المتدربة نجلاء خان، نشكر أكاديمية الحياة على إتاحة الفرصة لتعلم أساسيات الخياطة والماكينة. أروى الأنصاري، أخصائية التدريب الأسري. أنا في المودة أفتخر بالمشاركة في ترابط الأسرة. أنا شادي الحربي، أخصائية تمكين مرأة. أنا في المودة أفتخر في تمكين المرأة. أنا عائشة علي شوك، أعمل كمديرة لمبادرة أكاديمية الحياة تمكين المرأة، وهي إحدى مبادرات جمعية المودة التي تهتم بتمكين وتنمية المرأة. أنا في المودة أفتخر بعملي في تمكين المرأة ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج. تمكين المرأة تنمية للمجتمع.